بينا في المكان. اهلا بحضراتكم من جديد. الفقره دي عايزاكم عادي تتابعوها بقلبكم وبعقلكم وكل حاجه مفيش مشكله. الفقره اللي هنتابعها بقلبنا هتبقى ان شاء الله الفقره اللي جايه، ولكن احنا حبينا نستضيف يعني الساده المزارعين في البدايه عشان نتكلم على حاجه مهمه جدا جدا على محافظه البحيره. محافظه البحيره الحقيقه انا كان ليا الشرف ان انا صورت فيها اكثر من مره. هي محافظه جميله جدا جدا، كثيره الموارد واهلها طيبين وجدعان جدا جدا زي باقي أهل مصر، ولكن برضو أهلها بيعانوا من بعض المشاكل. عشان كده إحنا مع حضراتكم في اللون الأخضر بنحاول نلقي الضوء على هذه المشاكل في كل ربوع مصر. خلوني في البداية أرحب بضيوفي، الحاج سعيد محمد فلاح مصري، أهلا بكم منورنا. أهلا بكم منورنا. والأستاذ جمعة محمد صحفي، وأنا سعيدة جدا بوجودك معنا، نورتنا. والحاج متولي السعيد فلاح مصري أصيل، أهلا بك يا حاج متولي. أهلا بحضرتك. أنا طبعا برحب بيكم، نورتونا في استوديو قناة مصر الزراعية. احنا بنهتم طبعا لو حضراتكم بتتابعوا برنامج اللون الأخضر لازم يكون عندنا ضيف مزارع مصري أصيل يكلمنا عن المشاكل وكمان الأمال والطموحات اللي حضراتكم بتحلموا بيها. محافظة البحيرة محافظة جميلة جدا، أولا ببعت سلامي لأهل البحيرة. حاج سعيد بقى في البداية خلينا ما نبتديش بالمشاكل، خلي يبقى فيه إشراقة أمل كده. قول لي محافظة البحيرة ملامحها، أهلها، أوصفها لي عاملة إزاي، كمان أهم المحاصيل اللي بتزرعوها داخل المحافظة. المحاصيل اللي بنزرعها ذرة، فاصوليا، بطاطس، موز، فراولة، كله يعني كله تمام، جميع المحاصيل. عندكم محصول معين انتم مميزين بيه في البحيره؟ اه. ايه؟ الفراوله. الفراوله أي. تمام. فراوله حلوه الموسم ده ولا طريه شويه لا لسه ما زرعناش، هنزرع في شهر 9 لسه. تمام. اه طيب قول لي بقى الاهل والاصحاب والخلان عاملين ايه في البحيره؟ وبما اننا بنتكلم كمان ناس تمام وناس كلنا خير وبركه وعاوزين ان المصلحه تمشي. طب الحمد لله. طب انا كنت في البدايه بتكلم على التعليم وقد ايه التعليم مهم، وكلمني على حال بقى البنوته او المراه الريفيه، بتهتموا بتعليم البنت زي الولد كده؟ بنهتم بتعليم البنت زي الولد بالظبط. عندنا وما فيش مشكله لو تطلع تشتغل؟ ما فيش مشكله تطلع تشتغل معانا برضه في الغيط وفي البتاع يعني ما يعني الفكره اتغير، ما بقاش زي زمان. لا ما بقاش زي زمان. ازاي؟ والولد طبعا والولد مش هنقول ان هو مش مهم، الولد لا مهم، الولد مهم برضه، ما هو بيساعد مع ابوه. تمام. استاذ جمعه بصفتك صحفي قدير طبعا اكيد رؤيه الصحفي بتكون رؤيه مختلفه عن باقي الناس، بيقدر يرصد المشاكل بشكل مختلف. قول لي مشاكل محافظة البحيرة متمثلة في إيه؟ وإحنا في البداية كنا بندردش قبل الهواء وقلت لي إن هي كثيرة الموارد لكن قليلة الخدمات، ويمكن أنا أثنيت على هذا التعبير، فقول لي إيه اللي خلاك تعبر التعبير ده عن محافظة زي محافظة البحيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين يا رب. أولا نوجه الشكر لقناة مصر الزراعية والإدارة والعاملين بها، حيث أن هذه القناة أثبتت، أنا مشاهد قريب لها، ولكن أثبتت تواجدها وإيجابياتها مع الفلاح المصري، حيث أنها اخترقت بعض قرى الجمهورية وامتدت إلى الوطن العربي ككل. أقدر أقول لحضرتك لقينا فيها فعلا إيجابية، القناة الوحيدة اللي وصلت صوت الفلاح إلى المسؤول، القناة الوحيدة اللي بتقدم استرشاد للفلاح. نأمل أن تكون هي عين الفلاح، ثقافة الفلاح، الدرع الواقي للفلاح. فالشكر والتقدير لقناة مصر الزراعية. مديرية التحرير مشروع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ومجدي حسنين، مديرية التحرير سلة غذاء مصر التي لم تحظى بإلقاء الضوء عليها. مديرية التحرير كنا إلى حد بعيد أو قريب، سوري قريب، ما حدش يسمع عنها حاجة إلا إنها سلة غذاء مصر. زي ما قلت لحضرتك جميع الموارد من بقوليات، فول سوداني، فاصوليا زي ما قال الحاج سعيد، جميع الموالح،
محاجر رمل زلط موارد خيالية، الخدمات تكاد تكون ضعيفة جدا جدا جدا. البنية التحتية لم تكتمل في مديرية التحرير، زي الصرف الصحي، زي مزالة الكهرباء على عمدان معلقة تتآكل شيئا فشيئا، المشاكل اللي بتعاني منها البلد كلها، حيث انه كمان بتساعد على فقد طاقة كبيرة من الميجاوات. يمكن كان المشكلة دي طبعا هي سائرة على مستوى مصر الآن، كان عندنا رؤية لها وتوضيح ان مستعد المجتمع الريفي ده، وطبعا المفروض يعمم على مستوى مصر كلها، ان يساهم في انقاذ البلد من الظلام الحالك الذي ممكن ان يحدنا، بان احنا نقوم بالمؤيسات وبعمل الكابلات الارضي حتى نوفر بعض من الطاقة المهدرة ضمن الاسلاك اللي هي. طب خلينا نركز على نقطة الكهرباء، حضرتك بتقول ان في مشكلة في الكابلات نفسها. تمام. طب المشكلة دي يعني ده عمر افتراضي ولا سوء استهلاك ولا قلة متابعة ولا صيانة؟ هي حضرتك كانت بداية الشبكة الرئيسية فيها على عمدان عادية في الشوارع، اسلاك بسيطة طبعا بتتآكل، مفيش صيانة، مفيش متابعة، فالامور بتتراكم حتى نصل الى ما نحن فيه الان. الناس النهارده عندها استطاعات تمد ايديها مع الحكومه في كل حاجه، بس عايزين الاراده السياسيه واتخاذ القرار. عندنا استطاعه نمد ايدينا بان هنقول للمؤيسات والهندسه بتاعه الكهرباء المساحات دي تاخد قد ايه بقد ايه، احنا ممكن نساعد. الجميع عنده استطاعه انه يساعد، خيرا لي من ان يعيش في ظلام حالك. مصر الساهره، مصر بتمر بمراحل يعني لم تعد من قبل، ولا في الستينات ولا في الخمسينات ولا في، فدي مرحلة صعبة جدا. الجميع عنده نسبة المشاركة ومستعدين. احنا طبعا مع نبض الشارع المصري اول باول، سامعين من تحت، الناس عندها استطاعة تعمل اي حاجة مع الحكومة، بس الحكومة لازم تسمع الناس. طبعا لابد، ولازم تشرف على تنفيذ الاستطاعه. يعني هم لو عندهم استطاعه ما ينفعش انهم ينزلوا يتصرفوا لوحدهم كده بكابلات، غير لما يكونوا منسقين مع وزاره الكهرباء. هي تسمع والناس هتستجيب، لان المرحله مرحله مكاشفه، ليست مرحله الحكومه فحسب في اتخاذ القرار، بل هي مرحله المشاركه الشعبيه في اتخاذ القرار. فنحن شركاء في هذا الوطن، ونتحمل مع الحكومه لمصرنا الحبيبه اعباء. طبعا. طب حاجة متوالي، اكيد الكهرباء بتأثر عليك في كل حاجة، في الري، في الزراعة، في كل حاجة. قول لي الكهرباء عندكم في البحيرة في مديرية التحرير تحديدا بتقطع قد ايه؟ بتقطع حوالي من ست ساعات. ست ساعات؟ ست ساعات. منفصلة ولا؟ لا، بتيجي شوية وتغيب شوية، تيجي شوية وتغيب شوية. يعني بتفصل في اليوم حوالي ست ساعات كده، بتدربها كده ست ساعات. طب ارسم لي بقى ملامح معاناتك اليومية، الموضوع ده بيتعبك قوي في ايه؟ في كل حاجة. يعني أولا أنا راجل بروح الأرض، ممكن أكون رايح أروي محط بتدور محطة الرافع، يا دوبك المية توصل الأرض وتكون الكهرباء فصلت كده، أفضل منتظر طول النهار لحد المية ما تيجي تاني، تيجي الكهرباء ندور المحطة تشتغل توصل الأرض، برضو ما فيش، أروي شوية كده تكون فصلة تاني. ده إيه بالنسبة للأرض. بالنسبة للبيوت، يعني الواحد عايز يروح مثلا الظهر يستريح شوية، مروحة ما فيش. بالنسبة تلاجات برضو، في حاجات كتير، أشياء كتير بتبقى محطوطة في التلاجات بتبوظ. غير المكان كمان حوالين البيت الضلمة دلوقتي، بقت شوارع مصر تقريبا أغلبها ما فيهاش إضاءة خالص. يعني الكورنيش بتقول طريق اسكندرية، الكورنيش اللي كنت طول عمرنا بنشوف كمية العواميد الرهيبة دي، فاصل. الميادين الرئيسية، ميدان التحرير، طلعت حرب، غيره غيره من الميادين الرئيسية داخل القاهرة بتبقى فاصله. طب ما بال حضراتكم المحافظات الاساسيه والرئيسيه، الارياف، ما بال حضراتكم بقى الارياف او المناطق البعيده بيحصل فيها ايه؟ طيب انا عايز ارجع للحاج سعيد مره تانية. يعني انت شايف ان المزارع المصري ممكن يبقى عنده برضو فكره في انه يرشد استهلاكه شويه، يعني نطفي النور بتاع الاوضه لو سايبينها مثلا مولعه، نرشد على قد ما نقدر يعني. نعمل الرشاد يعني الحته اللي قاعدين فيها ننور فيها بس، والباقي نطفيه فصل عنه. عارف اصل ساعات بيقولوا ايه، لو كل واحد ده يقول انا جت عليا ما اسيب النور ولا مش عارفه ايه. لا لا لا، ما عندناش الكلام ده. احنا لازم نرشد ونفهم الناس الصح. لا حضرتك هو يعني الكهرباء بتقطع عندنا، ما بنطلع نقعد بره في عشان الحر، ما منطقش الحر.
خلينا برضو نطمن حضراتكم ان رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بيقول ان شاء الله من يوم الحد القادم، وقال فعلا في المؤتمر الصحفي من دي تنزحم مصر قريبا، لاننا بجد حتى هي جايه في وقت صعب جدا في الحر اللي احنا فيه ده. الناس ما بقتش مستحمله، الناس بقت تتصبب عرقا، والحقيقه يعني الهم بيبقى همين يعني، لانه يعني هم بنروح لغايه ما بنرويش، بنقعد النهار ما ولا بنروي ولا بنعمل. والمحطات لما بتحتر المفروض تنضم لوزاره الري، لا اعطينا للجامعات والجامعات ما بتصلحهاش وبتاع ومهملين يعني. في مال جامد يعني. والله احنا حالنا يصعب علينا، لانه شويه احنا مش عارفين نلاقيها منين ولا منين، واحنا كنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت في البدايه، ربنا يوفق، احنا ما يبقاش حي واحنا نتعاون، احنا عاوزين يعني نتعاون، وعاوزين عندها استعداد ترشد استهلاكها عاوزين نرشد، ما احنا بنرشده يعني ما بنقدرش بالظبط يعني. طيب انت كان عندك مشكله تانية برضو كنت حابب تتكلم عليها حاج سعيد، هي مشكله القطن طويل التيل. عندك ايه المشكله؟ ما فيش يعني، ما بنزعوش من قلة المية ومن قلة الأحطار، ما فيش، ما بجناش الحاجات المية. تمام. يعني انت شايف المحصول السنة دي كان فيه مشكلة؟ مشكلة عامة يعني، ما فيش حد بيزرعهم يعني، يزرعوا فين؟ ما فيش ما فيش مية، وما فيش الأحطار كتيرة، والجامعات ما بتديناش الكيماوي بتاعنا، بنطلع نشتروا من السوق السودي الشكارة 80 جنيه بنشتروها ب 160 جنيه. تمام. يبقى نجيبه منين؟ موضوع القطن طويل التيله، طبعا احنا كنا زمان بننافس السوق الاعلامي في القطن طويل التيله، شيئا فشيء ابتدت تقل الزراعات دي خالص. طبعا دي تتميز بها محافظه المنوفيه عن البحيره حيث الارض السمراء، لابد من عوده مثل هذه الامور التي تنافس السوق الدولي. احنا عندنا استطاعه، مصر عندها استطاعه تنافس في كل شيء، في الواردات، في الزراعه، في الصناعة. طبعا لما نبتدي في الصناعة ونتكلم في الصناعة، أنا مش هقول لك هنصنع طيارة، لا، أنا هصنع المنتج، هصنع الزراعة. عندك مصنع قها، مصنع قها بمديرية تحرير مركز بدر كان به 1200 عامل ثابت، غير ما يقرب من 1800 عامل مؤقت، 3000 عامل، قوة جامدة جدا، قوة ضاربة. كان مثلا يصنع ما يقرب من 40-50 طن يوميا، ما بين صلصة ومربى وفول وعصاير وما إلى ذلك. شيئا فشيء تهالك، حتى لما استلمته الشركة القابضة مفكرتش تعيد هيكلته تاني وتمد إيديها تاني وكذا. ذهبنا إلى محافظ البحيرة وعرضنا عليه المشكلة اللي هي النهاردة بنقول تشغيل الشباب. لما نعمل مصنع في مكان يستوعب 3000 عامل، لن تنهض مصر إلا بالثورة الزراعية. لم تنهض مصر، فنحن بلد زراعي أكثر من صناعي. تمام. طيب أنت شايف حل مشكلة القطن إيه؟ وبرضو في يعني بعض السادة المزارعين كانوا متضايقين من مشكلة التسويق، إن الحكومة مش عارفة تسوق للمحصول، ولحد دلوقتي ما حطتش سعر وما حددتش سعر معين للقنطار. بالظبط. هو سؤال جميل، وأنا كان عندي أطروحة بسيطة. تنشيط البورصة الزراعية، تنشيط البورصة الزراعية هي هتعمل معادلة صعبة جدا وطفرة في الزراعة في مصر. منها هننافس سوق دولي، منها هنحمي الفلاح من جشع التاجر، منها هنحمي الفلاح من المبيد والكيماوي، السوق السوداء والمبيدات اللي تحت السلم وهذا، وكتير كتير جدا من امثال المبيدات اللي هي تضر الفلاح وتجعل من الزراعة او من محصول بطالة مقنعة، لانه بيطلع في الاخر بيرش من هنا بتجيله عدوى من هنا، مش مضمون المبيد. الرقابة على المبيدات بالنسبة للجمهورية امر ضروري جدا، غياب دور الرقابي او مركز البحوث للرقابة على المبيدات ده شيء خطير بيهدد الفلاح. اللي هي الشركات اللي تحت السلم بس انا اسمح لي اسال حضرتك سؤال. حضرتك طبعا كصحفي اكيد عندك خبره ودرايه بالموضوع ده، هل انت بيبقى ليك دور في انك تنزل وطبعا عارفه ان ده مش دورك وده دور المرشد الزراعي، ولكن انا بقول ان انت اهل فرد من اهل مديريه التحرير. جميل. فانت ما بتنزلش تكلم مع الناس وتوعيهم انهم يروحوا المكان الموثوق فيه ويتعاملوا مع شركات معروفه؟ اقول لحضرتك
هو طبعا كل علبة من المبيد عليها اسم شركة. الفلاح بياخدها، هو ما دخلش جواها ولا يعرف المادة الفعالة ولا كذا. لا مش فاهمني، انا قصدي المكان. في شركات بتبقى معروفة ان الشركات دي تحت السلم، يعني الشركات دي غير معتمدة، الشركات دي مش تابعة للوزارة. المحل دي بيع للفلاح. لا انا كنت كلمت مدير او احد افراد الجهاز المركزي المحاسبات بالبحيرة، وكنا عايزين نعمل ما اشبه بمشاركة فعلية من جموع شباب او جموع ناس عقلاء وطنيين مخلصين للبلد، عايزين يساعدوا في الجهاز في الرقابة على كافة شيء، لان هو لابد من المشاركة الشعبية في هذه المرحلة، لان الحكومة لوحدها مش هتقدر. واحنا مش عايزين الحكومة تقول احنا قدها وكذا، احنا عارفين ان الحكومة لما تتعافى البلد من هذه المرحلة تبقى قد كل حد، ولكن هذه المرحلة بالذات نحن نعالج المبيد ونحن نعالج كذا وكذا وكذا وكذا، فالموضوعات تشتى. الامن، الامن هيحمي كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. لابد من المشاركه الفعليه للشعب. انا معاك ان الحكومه مش هتعمل كل حاجه، ولازم الناس تبقى واعيه وفاهمه. لازم يكون مشاركه لجموع الشعب او للمخلصين الوطنيين الذين يرون وضع البلد فيتمنوا المشاركه. تمام، نرجع على الحاج متولي مره تانية. انت بقى كمزارع بتحتك بموضوع المبيدات بالدرجه الاولى، قول لي انت بتشتري المبيدات بتاعتك منين، وازاي بتحاول تدقق قوي قوي ان كانت فعلا المبيدات دي صالحه للاستخدام ولا لا؟ والله انا بالنسبه لي يعني انا بروح اي محل مبيدات بجيب منه، بقى عندي عايز رش مثلا حشري، عايز رش فطري، عايز رش يعني مقوي، اللي بيدهولي ده حلو ده نظيف ده كويس باخده برش منه. فيه مثلا ممكن ما يجيبش نتيجه وفيه يجيب نتيجه. طبعا كل الشركات ما هيش مضمونه، مش معروفه. كمان الاسمده الجمعيه بتروح علشان تروح راح اجيب حصتي. طب استنى قبل الاسمده، ما بتسالش ليه المرشد الزراعي ولا ما بقاش موجود برضه؟ ما فيش مرشد زراعي، ما فيش في الجمعيات مرشد زراعي. طب بتعتمد على برضو ان انت تسال جارك المزارع اللي جنبك، تساله انت استخدمت ايه عملت ايه، بتعتمد على ده ولا بتقعد تجرب؟ لا اني وجاري بنروح على محل بنجيب منه، بنبقى واثقين فيه بنجيب منه. ده كويس ماشي، بجيب انا وجاري، ممكن احنا الاثنين بيبقى ايه، اذا بقى صالح بيبقى على الاثنين، واذا بقى فاسد بيبقى على الاثنين. طبعا بالنسبه للكيماوي برضه بروح على الجمعيه، ليك حصه في الجمعيه بروح اجيب الحصه بتاعتي. الفدان له شكاره، طب شكاره تعمل ايه لفدان؟ ما تعملش حاجه لفدان، بضطر اشتري من السوق السوداء. في الجمعيه ب 80 جنيه في السوق السوداء ب 160 جنيه، يعني الضعف طبعا علشان اجيبها. ايجار الفدان ب 12000 13000، بضطر برضو اخد كهرباء، شبكه، مكان داير، الكلام ده كلاته تبص تلاقيه تيجي في الاخر يديلك انتاج ما فيش. لا وعارف كمان فكره، وانت بتقول لي انك بتجرب، ما هو التجربه دي برضو ما مش حاجه حلوه انك تجرب ويحصل انه القفا او الحشره تمسك محصولك، ما انت كده كده انت اللي هتخسر. ما بيتضر. اه طبعا بيبوظ. ما بيبوظ. بيبوظ. ما فيش مشرف زراعي، ما بمرش وبنروح. لا محلات كتيره، محلات كتيره بتجيب منها، بضطر اجيب من محل تاني. اروح اجيب من محل تاني. محل تاني ممكن يكون كويس، بستمر معاه يعمل هو بقى ايه زبون كده، بقى في ناس بقى في عرض عليه، بقى اسمه معروف. بقى خد الثقه، يروح جايب من المحل، جايب من الادويه المضروبه، لان هو خد الثقه كده، الناس بقى اهتمت به بيروح يجيبه منه. هي المساله في الاول وفي الاخر ضمير. انا اتمنى ان كل واحد في مكانه يراعي ضميره. وعندك مشكله تانية برضو في الاسمده، بتقولي الاسمده بتروح جمعيه زراعيه، بتلاقي انه ما بتاخدش الاسمده بالكميه اللي انت عايزها. ما بيدينيش الكميه اللي عايزها. لا وهو المفروض ان هو يعني يبقى الفدان له مثلا، انا بدي اربع دفعات للفدان على الاقل خالص، بديش كارتين في الدفعه. في الاربع دفعات يبقى بتاع 8 شكاير، يعني 400 كيلو. 400 كيلو هو بيديني منهم 200. او ما يمكن ما بتحصلش على ال 200. في بقى بيطلع بره، فيه بيطلع بره كده اللي هو يعني بفلوس، يطلع ويطلع يروح السوق السوداء. وانا راح اجيبه من السوق السوداء برضه. طب ما تديني حق في الكيماوي. اديني حق في الكيماوي واديني حق في التجاوي كمان. بقى الزرعه تطلع، بعد ما اطلع الزرعه ممكن بتتسعر، يعني في موضوع القمح ده
يجي ب 400 جنيه الحكومه بتسعره ب 400 جنيه. ال 400 جنيه على ما يوصل اذا بقى فيه طلب بياخده، ممكن ياخد اغلى، ما فيش طلب ممكن يتساب عندي ما اعرفش اسوقه. بالنسبه للسوداني برضو نفس القصه، يعني بتنضرب خالص. تمام. المفروض الفلاح المصري ده هو اساس البلد. تمام. اساس البلد مفروض ان هو يكون الحكومه او الدوله تهتم بالفلاح. بالنسبه لصغار الفلاحين هم يفتقروا الى شكاره الكيماوي، بالنسبه لكبار الفلاحين هو ما يعتبرش فلاح كبير، لان مفيش فلاح كبير وصغير. بعد الفدان والاثنين والثلاثه والخمسه مستثمر 10 20 30 100 200 في 1000 فدان، ده المفروض بيعمل حيازه برضه وبياخد كيماوي من الجمعيه. ده المفروض في هذه المرحله الصعبه يعني يبقى في قرار، لان ده مستثمر يقدر يشتري من اي مصنع جمله هيوفر لنفسه هو سعر. اما الفلاح هيجيب ب 160 جنيه الشكاره زي ما قال الحاج متولي، لكن هو المفروض يترك هذه الكميات الضخمه. بيجي الجرار محمل كيماوي على مساحه معينه 100 فدان او 200 فدان، هي حصته جرار طالع على مزرعه او كذا. فالمفروض كبار الفلاحين دولت يتركوا مثل هذه القرار. وتبقى لصغار الفلاحين اللي بيعانوا. انت شايف ان هم هيعملوا كده فعلا؟ كده والله. اذا كان في اراده سياسيه وقرار حكيم حتى تنهض مصر فلا استثناء ولا مجاملات ولا محسوبيه. المرحله صعبه وبين اللي قدام. اذا كان الرئيس نزل على عن نص مرتبه وعن نص ممتلكاته، ما بالك بقى انه يعني كبار المزارعين او المستثمرين في المجال ده، انهم لازم واجب عليهم انهم يساعدوا صغار المزارعين في البدايه، وتحديدا كمان المشاريع الصغيره انهم يطوروا من وجودها، وتحديدا كمان في مديريه التحرير. قول لي اخبار الشباب عندكم ايه؟ عندكم مشاريع متوسطه او كبيره؟ يعني الاسر المنتجه تكاد تكون عندنا الأسر المنتجة بالنسبة لنا، يعني عندنا عمل يدوي بقاله داخل في 10 سنين ما شاء الله، كان نواة ابتدينا بخمس ست سبع أسر، وصل الآن إلى 120 أسرة ما شاء الله. هي عمل يدوية عبارة عن كتابة آيات قرآنية، وإن شاء الله يعني نبقى نفرد لها، يعني لو بقت القناة تسمح بأن احنا نجيب السيدات اللي هم بيشتغلوا ويعرضوا المشروع. تمام. واحنا يعني نساهم في تعليم اي مجموعه تود ان هي للاحتياجات. يعني ذي الاحتياج هو اللي بيسعى الى هذا العمل. اكيد. حاج سعيد، كلمه اخيره منك، تحب تطلب ايه؟ نحب نطلب يعني تتعاون معانا الجمعيات الزراعيه على اساس العطل اللي بيبقى عندنا في الري وفي البتاع والكهرباء والبتاع، يعني وعشان الجاز غالي وما نقدرش نجيب يعني جاز. طبعا عند مكنه ديزل بتشتغل بالجاز، طبعا الصفيعه النهارده جابوا لها 14 جنيه. احنا ما نقولش حاجه وماله يجيبوا لها ويجيبوا، يعني الدوله لسه يعني ما استقرتش، فاحنا نعاون الدوله يعني مش مش تمام. استاذ جمعه، اطلب من جميع المسؤولين من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوحدة المحلية أن يتقوا الله في مصر وشعبها، فهي تستحق ذلك، فهذا الشعب عانى وما زال يعاني، حتى نعيش فيها وتعيش فينا، ونترك لأجيالنا الولاء لله والانتماء لمصر. تمام. طيب استاذ الحاج متولي، اتفضل، تطلب ايه؟ اطلب من ربنا، ربنا يوفق رئيس الجمهوريه الاول، ويبصوا للفلاحين اللي هي يعني ناس غلابه عايزين يعيشوا، ويوفر لنا جميع المرافق اللي هي بتاعت الزراعه. تمام. معانا كمان الحاج محمود من البحيره، اهلا بيك. الو،
طيب التليفون مش معانا. انا بجد بشكركم شكرا جزيلا نورتونا. الحاج سعيد محمد فلاح مصري اصيل شكرا جزيلا ليك، والاستاذ جمعه محمد صحفي شكرا جزيلا نورتنا، والحاج متولي السعيد فلاح مصري اصيل نورتونا وسعداء جدا بوجودكم معانا، وان شاء الله دايما المزارع المصري يبقى موجود معانا عشان نلمس مشاكله بالصوت والصوره. مشاهدينا دي كانت فقرتنا الحواريه الاولى، هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية، انتظرونا بعد الفاصل.